يسرني أن أعلن اليوم الأحد 17 جونفي 2021 بتدشين الوكالة الجديدة عيون الترك، وهذا على مستوى ولاية وهران. مع افتتاح هذه الوكالة يفتخر القاضي الشعبي الجزائري أن يعلن أن شبكة استغلاله تضم الآن 155 وكالة، كانت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا والشركات يعني الناشئة. في ظرف أقل من شهرين كان هناك 1200 ملف استقبلتها شبابك القرض الشعبي الجزائري، 1200، وعطينا الموافقة قريب 900 ملف. هناك فيه تسهيلات كبار، وحنا الملفات اللي ما عطيناش موافقة يعني ما رفضناهمش. هذا النوع من القرض يعني احنا نعطوا الموافقة في ظرف 72 ساعة بشرط يكون الملف كامل، والملف اللي ما يكونش كامل احنا ما نفرضوش. احنا يا ننصحوا يعني صاحب الملف باش يكمل هذا الاخير، دونك هذا الملف بالوثائق المطلوبة.